أخبار اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم. مدحت جعفر وكيل وزارة التموين محافظة الأقصر. بنشرح لحضراتكم دلوقتي منظومة الخبز في محافظة الأقصر. المنظومة دي تم تطبيقها يوم 5/4 يوم الأحد الحمد لله، وتم تطبيقها بنجاح. كانت في الساعات الأولى بس واجهتنا مشكلة الأجهزة متعطلة وكانت شغالة على السيستم القديم. احنا في مجرد ساعة وأقل من ساعة الحمد لله غيرنا الشرائح وغيرنا السيستم وابتدت المنظومة تعمل، والحمد لله المواطن صحي الصبح لقى العيش بتاعه زي ما هو موجود وزي ما كان بيشوفه كل يوم. مفيش واحد راح شغل بدون ما يلاقي عيش، ده أول يوم الحمد لله، وده بفضل الله سبحانه وتعالى. المنظومة دي بنقول بتتمثل في إن المواطن بياخد رغيف الخبز بخمس قروش كدعم من الدولة. تاني حاجة الخبز ده بيبقى يعني أوزانه جيدة، مواصفاته جيدة، ودي من مميزات المنظومة. مرينا أول يوم وتاني يوم لينا مواصفات الخبز محترمة جدا، مفيش الزحام اللي كان موجود على المخابز زي ما شفنا من الأول، لأن دلوقتي المواطن معاه البطاقة التموينية بتاعته هو دي اللي بيستغلها. البطاقة التموينية هنفترض فيها ثلاث أفراد أو أربع أفراد، الفرد بيتمثل في خمس رغيفة، لو هنفترض خمس أفراد تبقى 25 رغيف. بعد كده لو في مواطن مثلا بيسألني بيقول لي طب انا عندي عائلين تاني منزلهم على النت ومش بيصرفوا، لا احنا بنقول له بتتوجه لاقرب مكتب تموني بننزل لك الافراد اللي هم مش مزبوطين على البطاقه بتاعتك بالظبط بشهادات الميلاد بتاعتهم، صوره من شهاده الميلاد، وبيتعمل له كارت وبيصرف بيه. في واحد تاني بيقول لي انا متغرب هعمل ايه، طيب انا ما معيش بطاقه وكده، بقول له لا ما تخافش هتاخد برضو العيش بالدعم بتاعك اللي هو الخمس قروش. في كروت ذهبيه، الكروت الذهبيه دي احنا موزعينها على المخابز تحت اشراف التموين برضو ومفتشين التموين. فمثلا في المدينه عندنا انا مثلا 60 مخبز في 1000 رغيف، ادي 60,000 رغيف انا موفرهم يوميا للمغتربين. المنظومة دي بتبتدي الساعة 5 صباحا ل 5 مساء، ودي على مستوى الجمهورية، والسيستم مفتوح على من بطول المحافظات. طلبوا النهاردة بتوع المخابز مني ان عايزين المنظومة تبتدي من الساعة 6 الصبح. الحمد لله احنا بنعملها دراسة دلوقتي وبنشوف معالي وزير المعالي المحافظ بيعرضها ان شاء الله على معالي وزير التموين وبناخد بيها ان شاء الله موافقة، يعني بنريح الناس ونشوف طلباتهم ايه بالظبط ونشوف طلبات المواطنين.